بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير. الحقيقة من أفضل وأروع المساجد اللي رأيتها، يعني في فن وفي عمران أقسم بالله العظيم ما يخطر على بال أحد، كله بالحجر، كل الشغل بالحجر، شيء قسما بالله ما يخطر على بال أحد أبدا، ما شاء الله تبارك الله. الحقيقة أهني صاحب الفكرة أولا، وأهني يعني القائمين على بناء هذا المسجد، صراحة شيء تحفة، يعني ما شفت مثلها، والله ما مرت علي مثلها حقيقة، يعني تحفة معمارية فوق الخيال، وإتقان إتقان رائع في البناء، في التصميم، في اختيار يعني وضع المروة الأبيض، هذا نسميه مروة احنا، والله ما أدري ايش تسمونه أنتم، بس حقيقة شيء لا يعلى عليه. طبعا المكان قرية القوارير على طريق منطقة الباح، المدخل بالضبط، مدخل القوارير بنفس المدخل حق القوارير.